أشارت عضوة مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة عفاف زهران إلى أن إنشاء المجلس القومي الأعلى للتعليم والتدريب لا يقل أهمية عن باقي موضوعات الحوار الوطني. ولفتت عضوة مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة إلى ضرورة توحيد سياسة التعليم والتعلم وتحقيق التكامل بينهما. على رئاسة الجمهورية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء لإحالة هذا المشروع إلى الحوار الوطني، وده يدل على أهمية واهتمام المؤسسات الدولة بقضية التعليم. أنا شايفة إن الهدف الرئيسي في هذا المشروع هو توحيد سياسات التعليم والتعلم بكافة أنواعه على جميع مراحله وبشكل متكامل، بحيث إن احنا نقدر يبقى هناك ربط ما بين مخرجات التعليم والتدريب لسوق العمل، متطلبات سوق العمل المحلية وأيضا الدولية، وبالإضافة كمان إلى الاهتمام والنهوض بالبحث العلمي، لان احنا محتاجينه حاليا البحوث العلميه ومستقبلا. انت حضرتك تعلمي ان كل ماده احنا في تطور سريع.